السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على كان 2025، وين الوزير الشباب والرياضة سبقاق يطلب الباف بالشفافية. يا خويا شو نقول لكم، كلمة ما هذه تاع الشفافية لازم توقفوا، لازم توقف. ما كاش شفافية، الشفافية غير ساعة وتاع واحد يجي ياكل عندك التمر ويضرب الحليب ويروح وتقول سايقها في الجيب، هذه غير فوتوها. هذه نقولها لكم من التالي كاع، انتوما ادرى منا. حنا نشوفو حنا هكا نلمحو برك، بصح انتوما ادرى منا. هذه باش يكون انتوما ادرى منا، اللي تشوف نتايا المنتخب باللي الملف تاعك انت راك عارفو كي داير، والملف تاعك انت توقف عليه، ونتايا توقف، والمسؤولين راك تشوف نتايا الدولة كيفاش تضرب. بقات عندكم انتوما واش ماشي الجزائر السلطة تضرب هاك، ومن بعد يجي الشرف يجي الشرف الدين عمارة يدخل مع لجنة الكاف اللي يعرفوه كلش، وداير معاهم علاقات ويعرف موتسيبي مليح، صديق موتسيبي. يجي زبزاف يقول لهم لا خرجوه، ولا زبزاف يراسل الاتحاد الافريقي يقول لهم طردوه، ما عندنا ما نديرو به. الدولة تضرب هاك وانتم ما تضربوا هاك. نورمالمون انت تكذب ذاك زبزاف، ارواح تاش دخلك انت تتدخل، ارواح ارواح زبزاف ما تدخلش روحك. شاب دين عمارة يقول وي ما تصيبو ما تدخلش روحك، انت كي دوموندي ما زعما والله على هذيك على هذيك، يعني مانيش طامع قار انقارع على هذيك، مانيش طامع بكاس 2025، مانيش طامع لها. ما نكذب عليكم، كي تشوف ناس كيما هكا ما تطمعش. داخل بيناتكم مكاش 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 الامان بيناتكم، ذا خادع ذا شاف دي كي يسموه هذاك زبزب باغي يترشح، النائب تاعو ظنته يخرب له، باغي هو يترشح. ارواح انت وزهم، ارواح انت وزهم. شو لازم يصيح واحد يخرج، الوزير يحكم، الدولة تحكم، أرواح شو تاي انت اللي غادي تترشح. صيح انت الزاوج اللي راك معاه، ما عندك تا دخل، اسكت بالله فمك، ما دير تصريحات، ما تهدر ما والو. صاروا انت كي سيبو اللجنة في الكاف، كي سيبوكم انتوما هنايا في الفاف ماشي متساهمين. ايوا كان هادو بيناتهم شو متساهمين، هادو يغد ما شاء الله خاصنا مشاكل. شو كيفاش؟ وين أكد وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقا أن الملف الذي قدمته الجزائر لتنظيم البطولة أمم إفريقيا 2025 قوي جدا، مطالب الاتحاد الإفريقي بالشفافية. يا ودي شفافية مكاش، يا وراك غلط. راني نقول لكم كي أنا نقول لكم كيما هكا، ماشي راني ضد يا الشفافية مكاش، لازم توقفوا، لازم توقف. نتايا ولي تحسب اللي يجيك الاخر نجيب. انا ما خاصنيش تصريحات تاع لعاب، قال لك هذيك اسمع لعاب تاع الكاميرون، قال لك الجزائر تستاهل، واه لعاب، بصح لعاب عنده تاثير، لعاب مسكين محلي يلعب في البطوله المحليه الكاميرونيه مسكين شكون يسمع به. خاصنا الرسمي، خاصنا نجيب الرسمي من عند مونتيبي، ونجيب الرسمي من عند هذوك خمسه النواب تاعه. الرسمي فمك، الرسمي فم الكلمة تكون فم، مع ذوك خمسة نواب تاعو هما اللي يزيدو يقضوا لك لافير، مع ذوك اللي غادي يفوتو، فهمك؟ تجيب لي تايا جايب لي تايا ايطو 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 صح ايطو يقول لك راني معاك، صح ايطو انا ما نأمنش، ايطو يحوس يروح للقوة وين ما كاينة القوة، يسكت ويشوف، أمنش أنايا، هذه هي. وجاء ذلك في تصريح أدلى به وزير الجزائر لوسائل إعلام محلية. لا ما خصناش الهضرة، الناس هي ساكتة، رانا نشوفوا الناس هي ساكتة، مسؤولين راهم ساكتين، الناس مطايقين علينا غير هكا في الأخر يهضروا، بصح حنايا مسؤولين تاعهم يهضروا، يعني كاين ملموس. الناس هي ساكتة، تشوف مسؤولين تايا تشوف تاع السينيغال راهم يهضروا، تاع زومبيا شتهم يهضروا، تاع المغرب راهم يهضروا، الناس هي ساكتة، المسؤولين راهم ساكتين، مسؤولين راهم ساكتين، تاع نيجيريا راهم يهضروا، تاع البنين راهم يهضروا، تاع البنين راهم يهضروا، ماهمش يهضروا، ساكتين الناس ساكتة.
وشاهدنا باللي حطوا ملفات حنايا برك اللي كشفنا روحنا ملف منه ويتصور شكون هو مكلف بالاعلام الشعبويه اتصور كروات نهر النيل كوعمت في نهر النيل كوعمت في نهر النيل. وقال سبقاق الجزائر قدمت ملف قوي والعالم كله يعرف ما كانت الجزائر في دعمها يعني دعم الشباب يعني الشباب الجزائري والإفريقي ودورها في نشرها السلام والأمن في القارة والعالم. وأضاف بأن الجزائر دولة لم يسبق أن اعتادت على دول أخرى والدول تحارب يعني على الانحرافات الموجودة سواء تعلق الأمر بالمخدرات أو بأي شيء من هذا القبيل. وتابع الوزير عبد الرزاق بأن الجزائر دولة تحترم جيرانها وتحترم مواثيق يعني مواثيق الدولية. ولذلك يعني يرى وزير الشباب والرياضة أن الجزائر تملك مؤهلات لتنظيم بطولة أمم إفريقيا 2025 إلى أن الكرة حاليا في مرمى الاتحاد الإفريقي. والله ما نمشي مأمن فيها المسؤولين هذو غير يحضروا الوزير تاعنا ما قنعوا شي ماشي مقنعين هكا. وأشار سبقا إلى أن الجزائر قدمت كل ضمانات والهيئة كل يعني ولذلك يرى وزير الشباب والرياضة وإن أن الجزائر قدمت كل ضمانات والهيئات كل وهيئات كل ظروف لتنظيم البطولة وعلى الاتحاد الإفريقي أن يضمن بأن يتتم العملية بكل شفافية. والله يا الشفافية ما كاينة سي عبد الرزاق هذا والله ما كان أنا أقولها لك هذه الشفافية كاع ما كاش الشفافية في الظلمة صاحبك في الظلمة لقاه هذو الصوالح صحابكم لقاوهم في الظلمة إلا ما بقيتوش في الظلمة ما دير والو. ووصل حديثه قائلا إذ كانت هناك دولة تملك منشآت رياضية وقد وقدرات تنظيمية أفضل من الجزائر سنصفق لها. وفي ديسمبر الماضي قدمت الجزائر ملف ترشحها للتنافس على احتضان الكان 2025 إلى جانب كل من المغرب زومبيا وجنوب إفريقيا والسنغال وملف يعني مشترك بين نيجيريا والبنين. هيا جنوب افريقيا بيهضروا ام ساكتين؟ سمعتوا انتم جنوب افريقيا هضروا ام ساكتين؟ ناس ساكتة ناس ساكتة ناس احنا رانا نهضروا احنا رانا مقويين الهضرة والهضرة يعني الله يجعل ان شاء الله قاعد الهضرة الله يجعل نجيبوا حقنا ماشي خاصنا التهريج التهريج انا منكره التهريج انا ضد هذا التهريج انا ما نكذبش عليكم انا نحوس يعني تكون ضربة بالفاس خير من عشرة بالجادو. وكاين هذا الأمر أنا اللي خايب منه أمر واحد وأنا خايب منه وينه هذه تاع زبزاف مع الشاف ديال العمارة دولة تصنع من وهو يخسر منه أرواح أنت تذهب أرواح أنت تذهب راه الدولة تصنع لك من هو يخسر لك منه ومن بعد يقول لك حقرونا كاش حقرونا ما نبكوش ما تبكوش هذه أي حاجة ما تبقاوش تبكو. هي هي كلش على ربي احنا رانا حضروا وهي كلش بربي يعني لا ربي بغى الا فيها الخير مرحبا بها ما فيهاش الخير الله لا جابها. هذه كاس افريقيا هذه التنظيم تاعها الا فيها الخير ومنفعه لبلادنا وكلش يا خويا مرحبا بها وإلا ما فيهاش كاع الخير الله لا جابها هاكا نهضرو هذه هي خويا. ما بغات لا جات ما جات تربح ما بقاوش نبكو وبرحمة الوالد ما تبقاوش تبكو هذا وإنها مؤامرة لولادها ياه راحت نظموا حاجة وحدة أخرى نظموك نضربوا على كأس العرب نضربوا على كأس العالم الأندية نضربوا هذه هي نضربوا هذا الصوالح الى راحت نضربوا كاين بزاف امور نوجدوا بهم
نخدموا بهم. هذه هي اللي نحوسوا عليها. حاجه وقت اخرى اللي فيها الخير ربي يجيبها، هذه اللي نقولوها، اللي فيها الخير ربي يجيبها. وصايك ما تنساوش عطونا جيم كومونتير و بارطاجيو لنا لي فيديو، اللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي وصحيت وصحه.